أهلا بكم في ترند. وسم خادم الحرمين الشريفين تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر حول العالم، وذلك بعد إعلان الديوان الملكي السعودي نقل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، بينما جاء وسم سلامتك يا أبو فهد في المركز الثالث عالميا. دعوات المغردين انهالت عبر تويتر بالشفاء العاجل للملك سلمان، داعين المولى عز وجل أن يحفظه ويمد في عمره. نحو المريخ انطلق بنجاح مسبار الأمل الإماراتي في أول مهمة عربية بين الكواكب. المسبار المصمم بأيادي إماراتية من المتوقع أن يصل إلى كوكب المريخ في فبراير عام 2021، وهو العام اللي تحتفل فيه الإمارات بمرور 50 عام على تأسيسها. ومن المقرر أن يدور مسبار الأمل حول كوكب المريخ لمدة عام مريخي واحد، أي ما يعادل عامين على الأقل، وسيقوم خلالهما بجمع البيانات للمراكز العلمية والبحثية في العالم لدراسة أعمق لطبقات الغلاف الجوي للمريخ وأسباب فقدان غازي الهيدروجين والأكسجين منها، بالإضافة إلى دراسة التغيرات المناخية وعلاقتها بتأقل سطح المريخ اللي كان أحد أسباب اختفاء الماء السائل عنه. عبر حسابها الرسمي في انستغرام، دعت وزارة الصحة أصحاب المواهب الفنية والأفراد والمؤسسات والشركات والمكاتب المتخصصة للمشاركة في مسابقة لتصميم شعار جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني، واللي سيتم منحها خلال الاحتفال بيوم الطبيب البحريني في شهر نوفمبر المقبل. وتستقبل وزارة الصحة الأعمال المشاركة عبر البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة في موعد أقصاه 31 أغسطس 2020. الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني قالت في تغريدة عبر تويتر بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الأشخاص بسبب قيامهم بنشر إعلانات توظيف وهمية للعاطلين عن العمل دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات الرسمية، وذلك بغرض التكسب والاحتيال للحصول على مبالغ مالية، ودعت إلى ضرورة التأكد من الإعلانات اللي تم تداولها في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وللإبلاغ عن أي مواقع مشبوهة أو مخالفة للقانون بالإمكان الحضور الشخصي للإدارة للإبلاغ عنها أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 992. مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند. في أمان الله.